بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هختم بشهوة اسمها شهوة الخضوع. الخضوع طبعا دي ما حدش عنده الشهوة دي. احنا عندنا شهوة التمرد، شهوة الاعتراض، شهوة الخروج عن النص، شهوة الفردية. ده لأننا ناس جزدانية، ما تزعلوش، ناس لسه الروح القدس مش مالينا. الآباء القديسين الكبار اشتهوا الخضوع بحثا عن الملكوت. اشتهوا يعني ايه؟ يعني كان يدخل الدير من دول مثلا الراهب يتقال له مهما يتقال له، هو متلذذ ان له أب بيقول له يمين وشمال، وعارف ان الخضوع ده هو اللي هيدخله السماء. ده مبدأ روحي. خضوع من أكثر القضايا الشائكة دلوقتي مع نزعة التمرد اللي بعد الثورة، ومع الميديا، ومع الحرية المزيفة المعلنة في الغرب، اعمل اللي انت عاوزه ملكش كبير، وانسى ربنا وانسى الحكومة وانسى كل حاجة. قضية الخضوع أصبحت مش سهلة، بينما الكتاب المقدس واضح جدا ان اللي بيوطي راسه بيدخل السماء، لأنه بيعدي من الباب الضيق. كان زمان أغلب الأديرة الأثرية يعملوا باب هواطي، تاخدوا بالكم لما تروح السريان والبقام باب شويه، الباب واطي ليه؟ عشان لازم توطي راسك عشان تدخل، مش هتوطي راسك هتتبطح وتفضل بر. فتوطي راسك ده فلسفة، انك انت نزل دماغك، يعني ما تمشيش اللي في دماغك، لازم حد تاني يمشيك، مش دايما تمشي نفسك. اخر آية جت في انجيل يوحنا تقريبا، المسيح قال لبطرس، لأن بطرس عنده دماغ شوية، قال له لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، متى شخت آخر يمنطقك ويرسلك حيث لا تشاء. ليه؟ فكرة الخضوع. واحد تاني يلبسك ويقول لك تعال نمشي كده وتعال نمشي كده، تقول له ما انت كبرت بقى زي ما تاخدني. في الحياة الروحية كلما ازددت روحانية كلما ازددت قبولا للخضوع. في الحياة العامة كلما ازددت علما او ثقافة او سن كلما اعترضت على الخضوع. كلما كنت روحاني كلما ميلك للخضوع بقى اسهل، والعكس كلما بقيت بتاع الدنيا والعلم والثقافة والفلوس كلما كلمة حاضر دي صعبة جدا. حاضر هنا كل الناس تقول لي حاضر، انا هقول حاضر؟ وليه ما تقولش حاضر؟ لازم تقول حاضر. تعالوا نعيش شوية دقايق مع فكرة الخضوع. اولا الكتاب حطها كمبدأ عام للكل، قال خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. يبقى انا هخضع لك وانت تخضع لي، ونخضع للصغير ونخضع للكبير. مبدأ الخضوع ده، كلمة حاضر دي سهلة. انا بتعجب يا احبائي تبقى كشافة في كنيسة او في مؤتمر ويتقال ان قواعد المؤتمر كذا، وواحد يقول ليه وعاوز مصر يكسر القواعد. طب ما هم عملوا القواعد عشان الناس. ودايما في الايام الكبيرة الزحمة في كنايسنا تلاقي خناقات على الابواب. طب ما هم الكشافة اللي مزروعين من الصبح دول عشان ينظموا الدخول والخروج حسبوها كذا مرة وشافوا ان دي افضل قواعد. الطبيعي اللي جاي متأخر يقول حاضر، بدل ده سيستم ده نظام حاضر. النزعة البروتستانتية هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن رفض للخضوع للكنيسة او للقديم. هي بدأت كده، انا ما اقصدش اتكلم عن حد دلوقتي، انا بتكلم لما تقروا التاريخ. هو رفض للقديم، يعني استلمنا من الكنيسة 1600 سنة ان في كهنوت في العهد الجديد. انا معترض، انا مش عاجبني، انا هعمل كنيسة من غير كهنوت. اوكي، مش هتخضع ليه يا حبيبي؟ لسيستم حطه المسيح وعاشوا فيه الاباء. ده نظام المسيح عامله، مقتنع بيه مش مقتنع بيه، فهمه مش فهمه، بس ده سيستم حطه ربنا ومشيت عليه الكنيسة 1600 سنة. سيستم اتحط انه يبقى فيه صيامات ومواعيد واعياد. ليه تيجي تشطب على ده كله وتقول انا هعمل حاجة لوحدي؟ حتى لو بررتها بآيات من الانجيل، هي كلمة بروتستانتزم معناها ايه؟ الاحتجاج.
صحيح ليهم عذر في انهم احتجوا على تجاوزات الكنيسة الغربية، محدش ينكر التاريخ، الكنيسة كانت خدت السيستم وديفيتد بقى، طلعت بقى طلعة غلط خالص، بقت سكوك غفران وبقت عصمة البابا وبقى تسلط الكنيسة على الدولة وبقى حاجات كتيرة غلط. احنا احيانا لا يعنينا القواعد ولا يعنينا الخضوع ونعتبر نفسنا ناس ماشيين صح وروحيين، لا يا حبايبي ده كبرياء، الذي لا يقبل الخضوع هو متكبر فول ستوب. وما ينفعش يجمل الصورة، اللي تصعب عليه كلمة حاضر بيعاني من ايجو، من ذات كبيرة، ودي خطر على ابديته. القضية مش هزعل ان موبايل رن، لا لا، القضية اخطر من كده، ليكون الموضوع انت مش سهل عليك تقول حاضر، ده الاخطر على ابديتك على صحتك. انتوا كاطباء او صيادلة لما بتوصف دواء للمريض بتفترض انه هيمشي على اللي انت قلته، بتفترض كده عشانه عشان مصلحته، لما ما يعملش اللي انت قلته الخطورة مش عليك، الخطورة عليه، وهو جالك برجليه يبقى المفروض يطلع من عندك يلتزم بكلامك 100%. انت نفسك بتتغاظ كطبيب ان المريض مهمل، لانه مهمل في صحته، انت مش هتتأثر كتير. يبقى مبدأ الخضوع يا احبائي مبدأ انساني قبل ما يكون كمان مبدأ كتابي مهم. بعد ما قال خاضعين بعضكم لبعض، في خضوع على الاقل في ثلاث جوانب حتمي. خضوع الوالدين، الاطفال للوالدين، ايها الاولاد اطيعوا والديكم في الرب. ظاهرة ان شباب الجيل ده موضوع الخضوع بيقل والاكرام والاحترام بيقل، خطر جدا على الاجيال الجديدة. خلينا نتفرج على الغربيين وصلوا لايه، العيال بتسيب اهليه 11 12 سنة، ما حدش بيعيش مع اهله. ليه؟ لان هم ربوهم على فكرة مين قال ان باباك بيفهم، يعني ايه تقول حاضر. الحرية الزائدة طلعت مجتمع مفكك تماما بعيدا عن الروح وعن ربنا، فما تنبهروش بالمجتمعات دي ارجوكم، لانه النفوس اللي طلع مهلهلة، ما عاشتش فاميلي طبيعية. احنا اهالينا ربونا مهما عملوا فينا نحترمهم ونقول حاضر، بس عاوز اقول لكم تكويننا على قد العيوب اللي في مجتمعنا افضل جدا. خضوع تاني هو خضوعك لأب اعترافك أو أباء الكنيسة. أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ، الشيوخ في اليوناني بريزفيتيروس، الكهنة اللي هم وكلاء المسيح. ما فيش وكيل فينا ما فيهوش عيوب، ما فيش كاهن زي حالاتي ما فيهوش عيوب. من فضلك زي ما احترمت أبوك بعيوبه احترم أبونا بعيوبه، من فضلك خد بركته، ركز على الميزة بلاش تركز على العيب. قول حاضر، لان حاضر دي انت هتتقدم روحيا بيها، ولو ابونا هيتحاسب حسابه مع ربنا بس انت كسبان. كونوا جميعا، يرجع تاني يقول جميعا عشان برضو ده مش معناه ان انا معفى ان انا اقول حاضر، لان هقول ليك حاضر ولابونا ولاخونا وللكل. وتسربلوا بالتواضع، يعني المتواضع مش هتبقى صعب عليه، في ربطة وثيقة بين التواضع والخضوع. لو متواضع هتلاقي كلمة حاضر سهلة جدا. الخضوع الثالث الأساسي في فكر الكنيسة خضوع الزوجة الجزء. أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن، وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. نسبة الطلاق في البلاد الغربية عدت 70% تقريبا. ليه؟ سيمبلي لأن الرجل في حتة بيبقى حاسس أنه كراجل لازم يسوق بيته. الزوجات الأجنبيات يعني ايه؟ المبدأ اساسا ملغي، انا ليا دماغ زي دماغك، انا سوق ليه انت تسوق، ولو انت مش هتسمع كلامي نفضها سيرة. عشان كده البيوت ما بتعمرش، خلي بالك. وولادنا لما بيعيشوا في المجتمعات دي بيتلخبطوا بعد شوية، لما تبقى واحدة من بناتنا بتشتغل كل المكاتب اللي حواليها يا مطلقات يا جيرل فريندز، يبقى هي اللي عايشة غلط، جوزها يزعقلها في البيت، هي ناقصاك بقى؟ طب ما العيشة بتاعتهم احسن. فهمتوا التحدي اللي بيقعوا فيه ولادنا؟ ان المجتمع برا رفض المبادئ الطبيعية. على فكرة ده لا يعني ان الراجل ما يقولش لمراته حاضر، لا،
لسه بيقول كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض. لكن القيادة في الفاميلي للرجل، آدم مسؤول عن بيته، وحواء بتعبر عن حبها بكلمة حاضر، برضا، مش مستكترها ولا مستكبراها. كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن. ربنا يسوع له المجد، جه الدنيا وقال حاضر. في أكتر من كده، إن ربنا عاش بكلمة حاضر، بقى حاضر ليوسف النجار. ده أنت اللي عملت يوسف يا رب، يوسف ده صنعة إيديك، بس يوسف مسؤول عن العيلة، يتقال له حاضر. طب أمنا العذراء برضو إنسانة مهما كان، أيوة يتقال لها حاضر مش ماما. طب وسيستم الكنيسة ساعتها في ختان، حاضر أتختن. يا رب أنت تختن، أنت يا رب فوق الكل، أيوة ماله، مش ده السيستم، مش دي الرولز، نختن. يروح ليوحنا المعمدان، هتعمد؟ تتعمد إزاي؟ طب إحنا بنعمد خطاه. أيوة مش ده المفروض يتعمل لأي حد عاوز يرضي ربنا؟ خلاص أنا لازم أتعمد، هوطي راسي ليك وحط إيدك على راسي عادي. يا رب أنا ما أقدرش أحل سيور حذائك، أيوة حبيبي، بس أنا جيت أقول حاضر، أنا بقيت إنسان عشان أقول حاضر، عشان الناس تقول حاضر. إذا كان ربنا يسوع له المجد قبل أن يكون خاضعا، ليس للآب فقط بل للبشر بحكم بشريته، طب إحنا رافضين نخضع لبعض ليه؟ يقول القديس بولس بقى بحكمة، يقول مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. يعني هو مارس الطاعة، مارسها مع أنه ابن. يعني مع أنه ابن مساوي للآب، مع أنه ابن يخضع له ولا يخضع لأحد، لأنه ابن الله بالحقيقة. فمع كونه إلها حط نفسه في توب الطاعة عشان كل اللي يطيعوه بعد كده يبقى لهم سبب خلاص. كما أوصاني الآب هكذا أفعل، زي ما الآب وصاني أنا بفعل. طب يا ربنا يسوع أنت كل حاجة في إيدك، معلش أنا بخضع. كان خاضعا لهما في الناصرة. بصوا بقى، ربنا يسوع كان يخضع حتى للبشر في طلباته، كان حواليه زحمة وبيوعظ، وبعدين يجي له واحد يقول له من فضلك تعالى بيتي بسرعة، بنتي بتموت. حاضر حاضر، طب ما انت وراك بروجرام وحواليك ناس وليك أولوياتك، ما عندوش مشكلة يقول حاضر، بدل انت عاوز كده هروح معك. وراح، وياما ناس شدوا المسيح يمين وشمال. حاضر، طبعا ده ما بيلغيش ان هو عارف عاوز يوصل لايه، لكن انا اقصد جمال ربنا يسوع له كل المجد، انه بيقدم لنا المثالية بسهولة، انه ما عندوش ازمة في كلمة حاضر والخضوع. بركات الخضوع، اولا يا احبائي، الخضوع يجعلك في سلام. مشاكل بيوتنا ومشاكل خدماتنا ان حاضر ما بتطلعش سهلة، او بتطلع بس تطلع كلمة، طب حاضر واعمل اللي انت عاوزه، او اعمل ربع الاتفاق نصه. لا، اللي عاوز يعيش في سلام حقيقي بياخد قانون الطاعة ده او الخضوع منهج لحياته. كما اوصاني ابي، ابي الروحي ابي السماوي، زي ما يقولوا انا بمشي. بركة اخرى للخضوع، الخضوع يكسر ذاتك وكبريائك، يجعلك متواضع. أمنا العذراء بدأت عظمتها بكلمة جميلة، إيه هي؟ أما أنا فأمة الرب، أنا خدمته، زي ما يقول ليكن لي كقولك، اللي تقوله ماشي. طب ما كانش ده اللي نفسك فيه؟ أيوة طبعا ما كانش ده اللي نفسي فيه، كنت عاوز حد يعرفني ولا عيش أم ولا سافر ولا تبهد. لا، ليكن لي كقولك. القبول، الخضوع يجعل الإنسان متواضع، الخضوع يعطيك نعمة. أهم ما في الحياة الروحية يا جماعة مش مواهبك، مواهبك ما هي نعمة، النعمة اللي شغالة معاك. النعمة تفارق كل من لا يخضع، تفارقه. شاول الملك كان عنده نعمة، لما بطل يرجع لصمويل النبي ويوطي راسه فارقته النعمة. داود لما بعد عن نسان فترة ومشي بدماغه اتبهدل، ولما نسان جاله وطى راسه لنسان رجعت النعمة. لو عاوز نعمة في حياتك وطي راسك، قول حاضر.
من بركات الخضوع أنك تنجو من الخداع. ما أسهل للشياطين أن يخدعوا المتكبرين، ما أسهل للشيطان أنه يسرح بأي واحد مالوش كبير. اللي له كبير ما بيتخدعش، اللي له مرجعية ما بيضحكش عليه، لكن اللي ماشي بدماغه بيضحك عليه مهما كان بيفهم. الشيطان بيفهم أكتر. أنت في اختياراتك بتمشي بدماغك، حاسب يا حبيبي، لأن في واحد بيملى دماغك. تروح لأبوك الروحي حتى لو مش عاجبك كلامه وتقول حاضر، هتحميك من حفر أنت ما انتش عارف قد إيه الحفر دي صعبة. الخضوع هو طريق الخلاص. المسيح خضع للموت، خضع للبشر وأخضع نفسه وإرادته حتى لحكم الموت من أجل خلاصنا. وما فيش وصول للسماء من غير حاضر، ما فيش. الوصية هتتقلك، ما تاخدهاش لايتلي، مش عجباك زي ما بتاخدوا بعض القواعد في المؤتمر. لا تدينه، لازم يتقلها حاضر. ما تقولش القعدة حلوة وسيرة الناس جميلة وبرضو احنا بنهرج وما حصلش حاجة، يعني انت حر. لا تدينه ملهاش غير كلمة واحدة، حاضر. ملهاش غير كده. الوصايا مش متقالة عشان تقيمها حضرتك، الوصايا متقالة ببساطة عشان تقول حاضر وتعملها زي ما قصدها ربنا بمنتهى الشدة والجدية. الخضوع بيعمل حاجة اسمها كسر المشيئة. وانت بتقول لتكن مشيئتك، احنا بنكذب كل يوم. عارفين ليه بنكذب؟ لان لما بيحصل حاجة في اليوم مش على مزاجنا بنتضايق. فكأن ربنا بيقول لك، مش انت قلت لي الصبح على السلم وانت نازل، أبانا الذي في السماوات لتكن مشيئتك؟ طب حصل مشكلة في اليوم، زعلت ليه؟ مش انت قايل لي لتكن مشيئتك؟ طب انا مشيئتي اعمل لك مشكلة النهاردة، بدل انت قفشت، يبقى انت بتكذب بقى. ده انا صدقتك، كان ربنا بيقول لك كده، يعني انا صدقتك فقلت ده كويس، مديني حرية اعمل فيه اللي انا عاوزه عشان اظبطه، بدل قفشت يبقى انت بتقول كلام مش قده. لتكن مشيئتك معناها ببساطة لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، اللي هي الخضوع. قال أنبأ أشعياء: الذي يريد أن يرضى الله فليقطع هواه لأخيه ومعلمه، إذا فعل ذلك يجد نياحا بالرب. اللي عاوز يرضي ربنا لازم يخضع نفسه لأبوه وأخوه. في الحياة الروحية في الرهبانة أبوه الروحي وأخوه. انت كمان تخضع لربنا ولمراتك ولعيالك، خليها تعدي عشان ايه؟ ترضي ربنا في الاخر. هعدي بسرعة على امثلة الخضوع، انا فاضل لي 5 دقايق، اخطيت على التأخير. بولس الرسول الذي يرى المسيح بعينيه، واكثر من تمتع بحب وعشق للمسيح واختص المسيح ان يكتب نصف العهد الجديد، كان يرجع للاباء المعتبرين يعرض عليهم خدمته وياخد توجيهات. صعدت بموجب اعلان وعرضت عليهم الانجيل، ولكن بالانفراد على المعتبرين لئلا اكون اسعى وقد سعيت باطلا. ايه ده؟ انت ليك كبير طبعا، يعني تروح لبطرس وتقف كده جنبه وتقول له انا عملت كده وكده، يعني صح ولا غلط؟ شوف وجهني. يا ما فكرتش انك بتعمل معجزات اكتر من بطرس؟ لا لا. ما فكرتش انك خدمت في بلاد اكتر من اللي خدمها مثلا يوحنا؟ ما عندوش مشكلة، دول ابائي، دول المعتبرين. يبقى هو نفسه كان بيخضع. نعمان السورياني الرجل الطيب ده، الرجل ده كان رئيس جيش ورئيس جيش وثني. عارفين سمع كلام مين؟ ها؟ العيلة الصغيرة. العيلة الصغيرة اللي قالت لو رحت لابونا أليسع في الجبل هتخف، خد على كلام وراح. وبعدين جمال الرجل ده لما بقى أليسع مرضاش يقابله، كان حطه في امتحان صعب جدا. ده راجل واخد على بقى ايه استقبال ملوك، ده زي رئيس وزراء. أليسع ما طلعلوش يقابله، سابه ملطوع على الباب، بعت له رسالة: انزل نهر الأردن اختص لك 7 مرات. اتعفرد بقى. قاموا رجالته قالوا له: لو كان قال لك اعمل ولا ما تعملش، كنا احنا جايبين المشوار ده كله ما نسمع كلامه. أم سمع كلام رجالته، لأنه يميل للخضوع، لأنه متواضع. سمع كلام العيلة الصغيرة
وسمع كلام الصبيان بتوعه لما قالوا له ما حصلش حاجة ما تزعلش، طب نجرب وخلاص، وبالتالي سمع كلام أليشع النبي خف ورجع لأليشع، لقاه مستنيه على الباب وبيرحب بيه لأنه نجح في الامتحان. إذا الخضوع خلى الناس دي تاخد كل حاجة. داود النبي طبعا على قد ما زاغ في وقت، على قد ما رجع بالخضوع وعرف يتوب. الخضوع للوصية، أنا بختم، الخضوع للوصية يحتاج أولا إلى معرفة. يا أحبائي، نص وصايا العهد الجديد مش في دماغنا. أديكوا تدريب الأسبوع ده، اقروا الموعظة على الجبل وركز في الوصايا اللي عمرك ما ركزت فيها. هتلاقي في وصايا أنت عارفها بس ما ركزتش فيها، ما اهتمتش بيها. هي الوصايا دي ليك ولا مش ليك؟ ليك طبعا. طب ما ركزتش فيها ليه؟ تصور انت لما يكون مديرك في الشغل قال لك حاجة تتعمل، خدت نص كلامه وسبت النص التاني، من حقه يحاسبك، من حقه يزعل. طب ربنا مدينا الكلام ده من بدري، ما خدناش ربعه باهتمام. وبعدين احنا ايه، متحامين ضميريا، ما انا عامل كذا وعامل كذا. حبيبي، ما انت مطلوب كمان كذا وكذا وكذا، طب ما عملتهمش ليه؟ وما تقدرش تقول ما كانش ينفع. لا حبيبي، كان ينفع وغيرك بيعملهم. يبقى اولا نحتاج ان نعرف ما هي الوصايا، والانجيل مليان. مع الوصية تحتاج تفهم بالضبط تنفذها ازاي، تحتاج تفكر فيها كتير عشان تدخل، تلزق، تتغرس، اشتغل عليها عشان ما تبقاش آية ولا فكرة، تبقى حاجة جوه. محتاج تحفظها، محتاج تتدرب عليها، محتاج تتدرج فيها، محتاج تتعود عليها إلى أن تصير طبيعتك. فاهمين التدرج ماشي ازاي؟ في واحد وصل بالتدريب طبيعته ما يعرفش يجيب سيرة حد، ما بيعرفش. طبيعته ما بيعرفش يزعق، طبيعته ما بيعرفش يسيء الظن. دي ما جاتش في يوم وليلة طبعا، ده لانه انشغل بالوصية وحفظها وذاكرها وفكر فيها واشتغل عليها لغاية ما تعود وبقت طبع. قديس يوحنا القصير يقول: لا ترد الجواب على امر تؤمر بأدائه، بل كن مطيعا في كل شيء كيما تحب من كثيرين. يعني ما تجادلش، ما تقاوحش، ما تعتذرش، بقدر الامكان قول حاضر بقدر الامكان. لانه طبعا احيانا بتبقى الطلبات لو مش في ربنا طبعا قول لا، لكن في طلبات بتبقى مش في امكانك، ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالمون. الخضوع لاب الاعتراف لازم اذكره هنا، لانه بيفرق يا جماعه اعتراف واحد عن التاني. في ناس بتعترف لكن مش مستعده تاخد كلام ابونا سيريسلي، مش مستعده تعمل اللي بيتقال لها، يا بتتجاهل ابونا قال ايه، يا بتعمله كده بطراطيف صوابعها، يا بتنسى ابونا قال ايه. وساعات ابونا يطلب حاجه بسيطه، ما يطلبش حاجات كتير، لان علمونا في الارشاد ما تطلبش 10 نقط مش هيعملوا حاجة. عشان كده في بعض المعترفين بيستنى ابونا يعلق على كل خطيئة. لا يا حبيب، خلص اعترافك، يجوز يعلق على نقطة او اتنين، وبعدين هي ضمنيا اللي انت قلته مش مفروض يتكرر، فانت فاهم انك مفروض ما تعملش كده تاني. لكن لو علق في حتة صغيرة، how serious خدت الموضوع، ده اللي هيفرق على طول في نموك. هل انت مصدق ان الراجل ده بيقول كلام من ربنا؟ هل مقتنع انك تجتهد عشان ما ترجع له المرة الجاية يبقى فيه درجة تحسن؟ هل عندك مثابرة واستمرارية في اي اتفاق اتفقته معاه باعترافك؟ هل عندك خفاء انك بتجاهد من غير ما حد يعرف؟ هل عندك تلمذة لو شايف حاجة كويسة في ابوك الروحي، دي مش في قاعدة الاعتراف، انت باصص له بتتعلم منه حاجة تاني؟ كل ده يضيف الى فكرة الخضوع. كانوا زمان ما يوعظوش كتير يا احباء، ما كانش في وعظ زمان، بس كان في قديسين كتير، لان كل واحد مع اب اعترافه كان بيشربها شرب. لا كان في كتب روحية من 50 سنة ولا كان في وعظات، بس كان في قديسين، لانه كان كل واحد بينقل على اللي قبله وبيقول حاضر بسهولة، فكانت الدنيا بتمشي. اعترف من اجل سلامتك،
يوحنا الدرج يقول كده: واقطع أهوية قلبك، فالمعترف في الأكثر يستريح من القتال بغير اعتراف وطاعة لا يخلص الخطأ. شوفوا من القرن السابع الكلام ده، اعترف من أجل سلامتك. المعترف بيرتاح من الحرب لأنه بيقول حاضر في الآخر. أخيرا تبقى مستعد للخضوع للكل. يعني إيه؟ بتواضع هتريح كل اللي حواليك، مش لازم تمشي اللي في دماغك. أغلب الأمور في حياتنا ما تستاهلش إنك تقول رأي كتير، أغلب الأمور. كبروا دماغكوا شوي، لأن ساعات بنقعد نتخانق ونتختلف في أمور ما تستاهلش خالص نمشي كده ولا كده. ولو فرق التأخير شوية ما حصلش حاجة، نشتري ده ولا ده، ما تستاهلش الدقايق اللي نختلف فيها. الشاطر اللي يقول حاضر، اللي يريحك، الشاطر اللي يعمل كده. لأن عندنا قضية أخطر وأهم، إن إحنا نقول حاضر يا رب. ربنا يدينا إن إحنا نشتهي كل ما يجعلنا قديسين بما في طريق الخضوع والتواضع لإلهنا كل مجد وكرامة.